الكرة زي ما قلنا كده، الكرة دلوقتي اختلفت عن زمان، يعني الكرة دلوقتي أصبحت تكتيكية أكتر منها مواهب. يعني احنا وصلنا للجزء اللي قبل الأخير كده صغير، وده سؤال تقليدي احنا عملناه جديد في الحلقات. لما بكون متضايق أو مش حاسس بأرق أو مش مبسوط عامة، مين اللي أنت بترفع سماعته وتكلمه؟ مجرد ما بتتكلمه وتدردش معاه تحس براحة؟ هو من الوسط الرياضي ولا من بره الوسط الرياضي؟ لا، من بره الوسط. بره الوسط. مين؟ هو جوز أختي، وفي نفس الوقت يعني صديقي من الطفولة، مع بعض في الجامعة، مع بعض على طول طول الوقت، المهندس محمد شريف. المهندس محمد شريف، محمد شريف هو ده اللي كان بيقيمك وانت بتلعب، بيقول لك هو زملكاوي بس، يعني زملكاوي بس هو حبيبي يعني. الشامي والمغربي وهنعمل ايه بس، هو يعني دي ده ظروفه بقى كده. طب قول الو بس كده. هو الو الو، ايوه اهلا يا حازم. اهلا محمد شريف معاك. حبيبي حماده، ازيك اخبارك ايه؟ ازيك يا محمد؟ نعم وفضل الحمد لله. اخبارك ايه يا محمد؟ الحمد لله. انا يا كابتن، ازيك يا حبيبي؟ والله الحمد لله. ما اعرفش حضرتك فاكرني ولا لا، انا كنت معاك في فتره كده من فترات. طبعا انا فاكرك. هو فكرني حازم، بس هو دلوقتي هو بيلعب، هو بيقول الانتيم بتاعه، وانت كمان كنت قريب منه عشان جوز اخته. هو خلي بالك انا كنت لعيب في النادي الاهلي برضه. انا فاكر كويس. طب انت كنت بتقيم محمد ازاي، وهو وانت وجوز اخته كنت بتقيمه ازاي في الملعب؟ حازم، على حازم. بص، انا حازم ده بالنسبه لي طبعا هو يعني عمري كله مقضيه مع حازم ده. يعني حياتنا كلها احنا مع بعض. كويس. وانا بحب الكوره وهو بيحب الكوره، بس انا شايف هو كلاعب للاسف ان هو كان ممكن يكون احسن من كده بكتير قوي، لان امكانياته الكرويه الحقيقه مش زي اللي انتوا شفتوها، حتى انا شفتها يعني، لكن الملعب والناس والجمهور ما شافش امكانيات حازم الحقيقيه. نعم. والحقيقه حازم انا يعني رغم ان احنا طبعا طلبه كنا في كليه هندسه وخريجين هندسه، لو كنتش متاكد ان هو مهندس كنت اقول دماغه كلها لو فتحتها هتلاقي فيها كوره مش هندسه. بس فهو حازم الحقيقه كان لعيب هايل، وكان احسن مما انت شفتوه ما شاء الله. طب محمد، انتوا لما بيكون هو انت بتحس بيه امتى لما بيكون متضايق؟ بص انا زملكاوي زي ما يعني، الحقيقه انا زملكاوي. ما بتحبلوش الخير بقى يا محمد؟ يا محمد بيلعب، انا اهلاوي. لا دي واسعه دي شويه. لا والله محمد احنا على الهوا، اقول الحقيقه على الهوا دي واسعه شويه. عايزه، لا يمكن كنت ابقى عايزه متضايق، عايزه مبسوط. يعني لما كان بيلعب مباريات اهلي وزمالك كنت بتبقى عاوزه يبقى كويس؟ والله اشجع حازم. تشجع حازم. ونعم الاخلاص. انا فاكر يوم انتوا رحتوا لعبتوا ماتش كان في كامبالا. ايوه. كانت هزيمه مش حلوه. حازم جاله حاله نفسيه سيئه جدا بعد هذه يعني انت مش فاكر له غير دي يا محمد يعني عشان اتغلبنا؟ لا والله انا بقول لك يعني انا ما تحملتش ان حازم يبقى متضايق. دي النقطه. طب اكتر مره شفت فيها حازم متضايق كان امتى؟ او في مباراة ايه؟ كامبالا دي حتى كنت دايما اقول له انت مالك كامبالا اليومين دول، يعني متضايق اليومين دول. انت مسميه حازم كامبالا بقى. هي دي كانت اكتر مرة حازم كان متضايق فيها، يوم ماتش كامبالا، وانا اتضايقت جدا عشانه، وكنت بفرح جدا لما حازم يكسب دوري. صدقني والله صعب بعد ما خلص بقى علاقة زملكاوي قوي خلاص بقى. طيب بعد ما حازم خلصت زملكاوي، طبعا حقك وحق كل زملكاوي او حق كل واحد يشجع النادي بتاعه، مباراة اهلي وزمالك كنت بتعملوا ايه قبليها؟ ده بقى كنا احنا كده والله بشجعه وبقف جنبه وكل ما تتخيل ان انا بسانده، لان انا مش عايز حازم متضايق. ايوه اظهر كده يا محمد كده، انت اهلاوي وغيرت شويه. لا ده زملكاوي وولاده كمان زملكاوي كمان. لا ما انا ابني اللي من صغري لازم يبقى زملكاوي، هنعمل ايه؟ لا بس عشان تعرف يعني شعور الناس زمان ايه غير دلوقتي. لا طبعا كان اهم حاجه عندي اولا الاهلي يكسب اي ماتش خارجي، لازم الاهلي يكسب اي ماتش حازم بيلعبه، افضل ان حازم يكسب. بدايه من ماتش كنا واحنا صغيرين خالص. حبيبي يا حماده والله انت يعني قلت عليا كتير اكتر من اللي انا استحقه، فانا يعني بشكرك جدا والله. الله
الله يخليك يا حازم، الله يخليك. طب محمد لما بتخرجوا مع بعض كده بتعزموا بعض، مين اللي بيدفع؟ لا ما بتفرقش. لا طب بقول لك ايه، انت اخبار سان جوفاني ايه؟ الله، انت فاكرين سان جوفاني؟ امال ايه، اهو شوف اهو كابتن مصطفى قدامك اهو. يا محمد ما اعرفش عليك، هحكي لك حكايه يا كابتن مصطفى صغيره كده، انا وانت وحازم حصلت لنا، ما اعرفش حازم فاكرها ولا لا. قاعدين في احد الاوتيلات الخمس نجوم، وبعدين فوجئت ان واحد من الجمهور جاي وراح جاي باصص لك في وشك لدرجه ان يمكن مناخيره وصلت مناخير يعني عباره عن سنتي بينك وبينه، وقال لك كابتن مصطفى عبده، اهلا يا كابتن، اهلا يا كابتن. وبعدين راح سيد مصطفى عبده باص كابتن، وعمل نفس حكايه حازم وعمل كلوز كده، كابتن حازم خالد، كابتن حازم خالد. وبعدين بصيت لقيته نقل عندي، راح باصصني وقرب لي كده، ايه ده انت ما عرفكش، واخد بطني وماشي، سابه ومشي. انا عمري ما هنسى القصه دي، ان هو ما هو في فرق ما بين الشهره وال واللا شهره. ما انا ماليش اي لازمه، ما انا جنب اتنين نجوم يا محمد، لو كنت كملت في النادي الاهلي كان زمانك في حته تانية. اه طبعا، هنعمل ايه بقى؟ لا طيب برضو ما جاوبتش على سؤالي، مين اللي بيدفع يا محمد في العزومات؟ والله لا يعني لا، احنا الاثنين يعني، مره هو ومره انا، يعني خلينا كويسين. مش عايز احرجه بقى، يعني حازم رامي عليك. بقول لك مش عايز احرجه يعني، مش عايز احرجه اه، يعني معناه ان انا ما بدفعش. ما هو انا حاسس بكده. محمد احنا بنشكرك، وربنا يديم المحبه بينكم ودايما كده في صحه وعافيه. متشكرين يا حماده. على فكره انا ببقى سعيد جدا ان انا اتفرج على البرنامج بتاعك يا كابتن، ومن اجمل البرامج اللي شفتها عندك بتاعت الباشا الكبير فهمي عمر. يا سلام، حلقه رائعه. ربنا يكرمك يا محمد، ربنا يكرمك. الله يخليك كابتن، اتفضل يا حبيبي، كتر خيرك يا محمد. سلام يا حماده. انت مين؟ انا حازم. حازم ايه؟ حازم مصطفى خالد.